اوكي مرحبا، صرنا في القسم 6.13. هلا عم بقول اعطيني عمليات اضافيه. اوكي، عمليات حسابيه اضافيه، خلينا نخلصها. مهمات اضافيه. المهم، ف نحن حكينا عن الانواع المختلفه من البوليمورفيزم، من تعدد الاشكال، تعدد الاوجه. اوكي، ب تايب سيجنتشر، يعني توقيع النوع. في عندنا كان عم نحكي يوميها عن الكونسترينت في مقابل البارامتريك، يعني اللي هو محدود في مقابل اللي هو بتحط انه مدخل او باراميتر او لو. ف ف على يعني لما ما بيكونش عندك اي حدود او اي شروط على على القيم اللي عندنا، اوكي، يعني انه هن ممكن يكونوا من اي نوع. اوكي، لكن بس هيك ما فينا نعمل كتير فيهم. اوكي، فدوال العمليات اللي هن بالتايب كلاس بمجموعات النوع، وكمان فهن قصدي دوال العمليات هن اصلا موجودين وين؟ في مجموعات الانواع. طيب اوكي، وكمان فينا نحصل على أدوات أكثر، استفادة أكثر، عبر تحديد الشروط تبعون الشروط على مجموعة النوع. طيب هلا، أو نحدد الشروط تبعون مجموعة النوع. طيب إذا أنت الأنواع تبعتك كتير عاميين أكثر مما التعابير هن اللي عم تكتبها، أو يعني التعابير الحسابية اللي عم تكتبها، إذا أنت بحاجة إنك تحصر الأنواع تبعيتك، تحط شروط عليها، أوكي، باستعمال type classes، باستعمال مجموعات نوع اللي هي بتأمن العمليات اللي أنت بدك تستعملها. فإحنا اطلعنا على بعض الأمثلة منها عن هذا الموضوع بالأقسام السابقة، أوكي، عن اللي كانت تحكي عن integral والfractional، تمام؟ عن العدد الصحيح والعدد المكسور، تمام؟ لكن بهذا الفصل، بهذا القسم 6.13، راح نكون اكثر محددين وفايتين اكثر بدقيه، اوكي، عن كيف نعدل التايب سيجنتشرز حتى يعني يزبطوا مع التعبير اللي عم نكتبه، تمام؟ زبط توقيع النوع حتى زبطه مع الانواع. يعني هلا بنشوف شو الاصل. فخلينا نبلش عبر نظر في الأمثلة اللي هي مرات لما بيكون عندنا أو لما نكون بحاجة نحنا نغير الأنواع تبعيتنا لأنه هن عامين أكثر مما الشغلة مضطر عليه. يعني أنت هلا بتحطها قاد هيك، هيدي كتير 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 فضفاضة وعامة، أوكي، وأنت بس كله بدك تعمل جمع رقمين، أوكي. فإذا أنت بتشغل هاي بقول لك ما في، يعني انت مش محدد انه هي نمبر ولا هي شو اسمه، انت عم تجمع كيف بتجي تجي، تمام؟ سواش هيك، هي شو هاي كتير عامة، تمام؟ فهون بشكل لحسن الحظ هون شو هذه وحدة من هاي الحالات اللي بيكون جي اس سي بيعرف بالضبط شو المشكلة وكيف تنحل. فنحن هون ببساطة بس لازم تحط الله هون شرط النم، اوكي، النم تايب اي. بس ليش؟ لانه الدالة تبعتنا ما فيها تقبل قيمة محددة من اي نوع، اوكي، لازم تكون البلس اصلا هو بس بنت من النم، مشان هيك بيعرف شو شرط شرط الزائد هي تابعة على النم، مشان هيك بيعرفها، مشان هيك لازم تصلح كهيك، يعني ضبط الاي تكون تابعة على النم اجباري. طيب هلا
لما بما ان حطينا الشرط تبع الكونسترينت اللي هو هون صارت طبعا هيك اوكي. ايش لو احنا نستعمل داله من عمليه من عمليه ثانيه، فاذا مثلا اد ويرد يعني عامل هيك اضافه غريبه، فاذا بقول لك اذا الاكس اكبر من واحد خلي شو اسمه اجمع مع واي، اجمع مع واي غير شيء رجع اكس. طيب اوكي، هلا نحن راح ناخذ كمان طلع لنا شو اسمه كمان خطا ثاني اوكي، بس هون الجي اس تي كمان برد بيساعدنا اوكي. ف يعني طالما نحن بنقاوم الشده تبعيت بسموه رؤية القناة اوكي، ونطلع على شو عم بتقلنا تمام. هلا دوش هون كل المبرمجين بيواجهوا هذا الشيء، بس انت خفف شوي اوكي وراح تكون امور رايقه اوكي، ما تستعجلش يعني تمام. هذا هو عم بقول لك اياه. طيب هلا طبعا اذا اكس في اوردينال بدها، طيب انت الاي لك هو نمبر تمام، حطيت نمبر، طيب ليش هون عم يجي بيعمل لي اياه هون اورد؟ طيب شو بعد هلا؟ فاذا حط لك حط ال A بدا أرض. طيب اوكي، هلا هون مشكلة انه نام عنده constraint على النوع تبعنا، ما بكفي نام مش بالضرورة بيعني الأرض اوكي. بناء على هذا احنا لازم نضيف الأرض اوكي. هلا هلا هيك مفروض يمشي الحال وتحققوا من الانواع ماشي الحال بالنسبه لهاسكل اوكي، صار لانه عندنا نام وارض مش الحال ماشي. هلا الانواع الجامده كالكونكريت الثابتين واضحين صريحين بيعنوا او بيأدوا انه كل انواع ال او مجموعات النوع اوكي، يعني هن مثلا بس تحكي عن مجموعات النوع هون بهذا العنوان عم بقول انه هو الانواع الجامده بيعنوا او يعني استعمالهم تلقائيا بيحكي عن مجموعات النوع اللي هن بيستعملوها اوكي. طيب فاحنا رح نعيد نستعمل بعض الاشياء هون بعض الدوال ونعدل عليهم. فهستعمل بس بدل ما نستعمل هون ال A اللي هو variable type او type variable عفوا type variable متغير على نوع، راح نستعمل ارقام يعني انواع ثابته جامده مثلا انت 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 بدل ما اي 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 اوكي. طيب ماشي الحال، هاي اتس اوكي okay. طيب وهون كمان اتس اوكي okay. طيب هلا اذا شفنا متذكرين نحن اذا عملنا انفو نشوف انفو على على اورد تمام، لازم نلاقي بيناتهم الانت اكيد شايفين كيف الانت، فدغري انك عامل انستنس فمش ضروري تذكر الاورد والهذا تمام، الاورد والنمبر هيك تمام.
لانه الانت اصلا استعملهم للتايب كلاسز وعمل انستنسز منهم، فهو مش بحاجه تذكر الاقواس هاي مثل هيك الشروط هاي. خلص ودغري مش هذا اللي بقول لك اياه، بصير دغري بالاستنتاج بتقدر تستعملهم كل شيء. هلا بضل في بعض الشغلات بدك تحطها ببالك لما بتجي لاستعمال الانواع الجامده. واحدة من الأشياء المنيحة عن البارامتريسيتي كاستعمال الباراميترز والتايب كلاسز والمجموعات النوع هو إنك أنت راح بتكون أنت صريح أوكي عن، أو بتحكي كل شيء بشكل صريح عن، أو بتصرح بكل شيء عن أنت شو قصدك بدك تعمل بالداتا، واللي هو بيعني انك انت بالتالي رح تعمل اخطاء اقل. اوكي فالانت هو داتا تايب كبير كتير مع بالعديد فيها يعني عناصر عددها كبير كتير. اوكي وكتير من التايب كلاسز والعمليات المعرفة لها، فهو ممكن يكون سهل انك تعمل او تخلي دالة اللي هي بتعمل شيء مش المقصود. اوكي بينما اذا احنا بنكتب دالة حتى لو هي احنا عندنا فيها انت values، فيها قيم جاية من نوع انت. اوكي واحنا حابين يكون فيها انت يعني. اوكي اللي هي استعملت، وهي كمان استعملت نوع polymorphic اللي هو اصلا هذا النوع محصور ب type class instances اللي احنا بدنا اياه هون. احنا فينا نتأكد انه او نطمن انه فينا بس نستعمل العمليات اللي احنا بس بدنا اياها. اوكي هي بقول لك هون هي كتير يعني تستاهل واحد يبعد شوي عن الأنواع الجامدة لهدول وغيرهم كمان لهاي الأسباب بعض الأحيان. فهيك كون خلصنا القسم 6.13.